اللهم أكبر. سؤال شيخنا الكريم ورد إلينا، هل يجوز الطعام مع الذي لا يصلي، يعني مؤاكلة ومجالسة من لا يصلي، نأكل ونشرب معاه شيخنا الكريم؟ هو ما ورد من الحديث انه من اكل معه في طبق ملعون ومن ساكنه ملعون، الحديث لم يصح، لكن هو من باب الهجر هنا، هل الهجر يؤثر ام لا يؤثر؟ ان كان الهجر سيؤثر في انه سيصلي فيبقى نهجر في الله سبحانه وتعالى. نعم. هل